لاحظ أبناء الملك عبد العزيز على أبنائهم تطوراً في التحصيل العلمي وتهذيباً في تصرفاتهم، ما جعل بعضهم يزور معهد العاصمة النموذجي للتعرف على هذا المعلم الذي يهابه طلابه من الأمراء وغيرهم. كان من بين الزائرين وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، الذي جاء لمشاهدة كيف يتعامل عثمان الصالح مع نجليه الأميرين سعود ومحمد.